اهلا الو. هذه بنتك نهلة اون ديريكت من نيو جيرسي من امريكا. اهلا اهلا، شنو حوالك يا ماما؟ انا سافا. عرفتيني ديجا من الو؟ بيان سور. اشومي ننسى صوت بنتي. اهلا، شنو حوالك؟ طيب الحمد لله معزوز، شو حوالك؟ الحمد لله، يعطيك الصحة. حبيت أن مصافحة صغيرة أنت هكا ومعنا الناجي هكا في المباشر، ونعرفوا اللي أنت قريت سينما في تونس ومشيت تكمل في أمريكا، دونك نستناو في مخرجة كبيرة برشا برشا برشا. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ناوية إن شاء الله تروح لتونس تعمل لنا أفلام حلوة، مسلسلات، حاجة. علاش لا؟ إن شاء الله بقدرة رب. باهي، شنو تقول الناجي الورغي الفنانة قبل الأم الساعة؟ شنو تقول لها؟ والله نحب نقول لها ان شاء الله ديما هي متالقه، وان شاء الله ديما هي منورتنا ومنورة تونس، وان شاء الله ديما نشوفها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وشنو تقول الناجيه الورغي الام؟ نحب نقول لها راني توحشتك، وراني ديما نخمم فيك كل يوم. حتى هي تخمم فيك زاد. حتى انا توحشتك برشا يا ماما. يا وما كنت بحرية، ما زلت كي روحت ديجا دونك، وعندها عمل زيد ان شاء الله ترجع بحرية هنا نيويورك. وكان نستنى فيها ان شاء الله شهر جاي ترجع بحرية ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هاي باش ترجع بحرية تو، انت علاش تبكي يا ناجي؟ اخي ما قاعدة تبكي. هي سمعت صوتك تأثرت شوية، هاك راجعة بحرية باش تعمل عمل في نيويورك. ما كنت عارف انا كاهو باهي سيت تو تافي نورمال، الغربة صعيبة والبعد صعيب، وانت في يونيك عند امك، يعني انت بنتها الوحيدة دونك ديما البنية قريبة لامها. ربي فضلك ليها. شنو تقول لها انت ناجية وهي تسمع فيك في امريكا توا؟ نقول لها ردي بالك على روحك وكملي دراستك بكدا، ونحب نعمل فيلم غادي في نيويورك وانت تخرجيهولي.